قامت لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان بزيارة ميدانية لمديرية مكافحة المخدرات، حيث استمعت من مدير إدارتها العميد أنور الطراونة لإيجاز حول دور هذا الجهاز في الحد من هذه الآفة، مبيناً أن المديرية تضم مركزاً لعلاج وتأهيل المدمنين يعمل فيه فريق متخصص ومتكامل. وعرض العميد الطراونة لأهم الإرشادات حول كيفية التعامل مع أي شخص حال اكتشاف إدمانه من خلال محاورته بأسلوب هادئ وودي وإشعاره بالحرص على مستقبله. وقال إن مديرية مكافحة المخدرات التي تتبع مديرية الأمن العام تقوم بجهود كبيرة لحماية المجتمع من هذا الداء الخطير، وكيفية تعرض عدد من أفرادها للقتل والمقاومة من قبل العصابات المجرمة والأشخاص الذين يتعاطون ويروجون للمخدرات أثناء عملية ضبطهم والتعامل معهم. هاي الزيارة اللي نسقها ورتب لها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، هي تأتي قيمة مضافة لنا في إدارة مكافحة المخدرات للتجسيد عمل إدارة مكافحة المخدرات ونظام العمل في إدارة مكافحة المخدرات بأنه ينسجم انسجاما تاما مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على حق الإنسان في الحياة، حق الإنسان في الصحة، حقه في النواحي الاقتصادية، حقه في النواحي الاجتماعية، لأنه المخدرات هي تؤثر على كافة النواحي اللي ممكن تمس حياة الإنسان. فإحنا سعيدين في هذا الجمع الطيب من كافة الجهات، سواء كانوا المعنيين في حقوق الإنسان، المعنيين في شؤون الأسرة، والإخوان الإعلاميين، إنه هاي الزيارة راح تفتح لنا آفاق أيضا للعمل لحماية أنفسنا بالدرجة الأولى وحماية الآخرين من أي شيء يشكل خطر عليهم. قامت لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء بزيارة ميدانية إلى إدارة مكافحة المخدرات، وتم يعني مرافقة عدد من وسائل الإعلام لهذه الزيارة تأكيدا على دور الإعلام وأهمية دور الإعلام وأهمية إطلاع الإعلام على تفاصيل العمل المؤسسات الرسمية في إطار حماية الإنسان في حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وحماية الآثار من تعرضه لآثار سلبية تؤثر على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأسرة وعلى الدولة بشكل عام. طلعنا على حجم الإنجاز الذي تقوم به هذه الإدارة، سواء من ناحية التوعية وخاصة لفئات الشباب من أخطار المخدرات، أو ما تقوم به من عمليات ضبط سواء بداخل المملكة الأردنية الهاشمية أو بما يتم ضبطه خارج المملكة بالتعاون مع الأجهزة المعنية في مختلف الدول العربية والدول الأجنبية الصديقة، وأيضا ما تقوم به من جهود في عملية معالجة المدمنين، حيث يوجد لهذه الإدارة مركز في مدينة عمان يتسع لما يقارب 170 شخص. والحقيقة ما لمسناه من الإنجاز في هذه الإدارة في كافة المجالات يدعو إلى الفخر، ويجب أن يكون مصدر فخر لكل مواطن أردني، ويجب أن تدعم جهود هذه الإدارة من كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حتى نصل في يوم من الأيام بإذن الله إلى أردن خالي من المخدرات.